الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله أهلا بكم طلاب الصف الأول الثانوي مع حل تطبيقات نصوص متحررة على نص مصر مطلع البدور من كتاب لكتاب الأضواء صفحة 31 في النص الأول اقرأ ثم أجب يقول طاهر بن الحسين لابنه عبد الله حين والله ديار ربيعة أما بعد فعليك بتقوى الله وحده لا شريك له وخشيته ومراقبته عز وجل مزايلة سخطه يعني البعد والابتعاد والمفارقه لسخطه واحفظ رعيتك في الليل والنهار الشعب والزم ما البسك الله من العافيه بالذكر لمعادك وما انت صائر اليه وموقوف عليه ومسؤول عنه والعمل في ذلك كله بما يعصمك من الله عز وجل وينجيك يوم القيامه من عقابه وأليم عذابه فان الله سبحانه قد احسن اليك وأوجب الرأف عليك بمن استرعاك أمرهم من عباده وألزمك العدل فيهم والقيام بحقه وحدوده عليهم والذب عنهم والدفع عن حريمهم طبعا الذب معناها الدفاع والدفع عن حريمهم وبيضتهم والحقن لدمائهم والأمن لسبيلهم وإدخال الراحة عليهم في ومؤاخذك بما فرض عليك من ذلك وموقفك عليك وسائلك عنه ومثيبك عليه بما قدمت واخرت ذلك فهمك وعقلك وبصرك ورؤيتك ولا يذهلك عنه ذاهل ولا يشغلك عنه شاغل وإنه رأس أمرك وملاك, وملاك شأنك وأول ما يوفقك الله به لرشدك طبعا هي وصية يعني من الوصايا الهامة للحاكم لازم بها من يتولى أمر رعية وهي أن يحفظ أن يحفظهم ويحافظ عليهم ويهيئ لهم أسباب الحياة ويوفر لهم سبل العيش العيش الكريم وأن يسوسهم بما يرضي الله سبحانه وتعالى. استنتج معنى مزايلة في قوله ومزايلة سخطه هل هي مفارقة وابتعاد ولا رفض وخوف ولا تفكير وتدبر انتظار وتوقع طبعا مزايلة معناها مفارقة وابتعاد يبقى رقم واحد خدنا ألف مزايلة وابتعاد اثنين بما تعلل بدء الأب حديثه إلى ابنه بضرورة التزام تقوى الله طبعا التقوى تقوى الله هي الخوف من الله سبحانه وتعالى وخشيته هل هي لكثرة تعيب الابن ومثالبه أي عيوبه لأن تقوى الله تعالى أساس ما بعدها لإحساس الأب بتهور ابنه وطيشه لمراعاة التدرج فقد فقد بدأ بالأذى بالأدنى ثم الأعلى طبعا هنا السبب إن هو بدأ حديثه بالتزام تقوى الله لأن تقوى الله تعالى أساس ما بعده بتقوى الله تنصلح الأحوال وتنصلح القلوب ميز اللون البياني في والزم ما ألبسك الله من العافية طبعا هنا تصوير صور العافية بلباس أو بملبس يلبسه الإنسان وهنا طبعا سر جمال التجسيم يبقى استعارة مكنية سر جمالها التجسيم ولا استعارة تصريحية توحي برحمة الله بعباده ولا مجاز مرسل علاقاته السببية ولا تشبيه مجمل سر جمال التجسيم طبعا هي كده استعارة مكنية سر جمالها التجسيم يبقى ثلاثة خدنا رقم ألف أربعة حدد من النص الدليل على إيمان الأب باليوم الآخر عليك بتقوى الله وحده لا شريك له وخشيته مؤاخذك بما فرض عليك من ذلك وموقفك عليه أوجب أوجب الرأف عليك بمن استرعاك أمرهم من عباده ألزمك العدل فيهم والقيام بحقه وحدوده عليهم طبعا هنا الدليل على إيمان الأب باليوم الآخر إيه عليك بتقوى الله وحده وخشيته إيه هنا طبعا الخوف من الله والإيمان باليوم الإيه؟ الإيمان باليوم الآخر يبقى أربعة خدنا رقم أ خمسة صفحة 32 حدد المحسن البديعي في قوله الحقن لدمائهم والأمن لسبيلهم هل هو سجع ولا حسن تقسيم ولا مراعاة نظير ولا جناس تعالوا نتفق ان احنا اذا كنا نتحدث في او يعني عندنا نص نسري فعلى طول نستبعد حسن التقسيم لان حسن التقسيم والتصريح دول من خصائص يعني ايه خاص بالشعر فقط اما النسر فخاص بالسجع والازدواج وباقي المحسنات البديعية مشتركة بين الشعر وبين النسر فكده اول حاجة استبعدنا حسن التقسيم فضل عندي سجع ومراعاة نظير وجناز الجناس ان تكون كلمتين متشابهتان في اللفظ ومختلفتان في المعنى، طبعا ما عنديش كلمات بنفس النمط، السجع اتفاق اواخر الكلمات في الحروف والسكنات، يعني انا عندي دمائهم وعندي سبيلهم فهنا طبعا ده كده ايه؟ سجع، لو موجود عندي ازدواج ممكن ناخد ازدواج بس ما مش موجود ازدواج فاحنا هناخد الايه؟ ناخد السجع. يبقى خمسه خدنا رقم أ سجل حدد الفن الأدبي الذي يمثله النص الخطبه ولا الوصيه ولا الأمثال ولا الحكم طبعا الخطبه هي تقال في مواجهه الجمهور من حاكم لشعبه ده من أب لإبنه أو من معلم لطلابه قد تكون مكتوبه أو غير مكتوبه الامثال ده طبعا كل ما كل مثل له مورد ومضرب الحكم اللي هي يعني ايه حكم تخلد ذكرها في التاريخ سواء شعر او سواء نثر يا يعني طبعا هنا الاب يوصي ابنه ويرسم له طريق الحكم السليم ورشيد فهنا طبعا ست هناخد رقم ب وصيه حدد مما يلي سمه من اهم سمات النص السابق شيوع الالفاظ الغريبه خلافا لمعظم الناتج الادبي لذلك العصر طبعا مفيش الفاظ غريبه آآ مفيش طبعا عند قصر الجمل والفقرات كسمه اساسيه من سمات الوصيه آآ تزاحم الصور البيانيه ما لا يتوافق مع الخطبه من حيث الاعتماد على الاقناع ومخاطبه العقل طبعا مفيش هنا تزاحم في الصور البيانيه مخالفه الالفاظ العاطفه حيث جاءت الالفاظ موحيه بالخوف والرهبة بينما كانت العاطفة الطامعة في رحمة الله يبقى احنا خدنا رقم باء قصر الجمل والفقرات كسمة أساسية من سمات الخطبة 8 حدد الفكرة المشتركة بين قول رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم من ولي من أمر أمتي شيئا فشق عليهم فاشقق عليه ومن ولي من أمر أمتي شيئا فرفق بهم فارفق به وبينما ورد في الوصية وألزمك العدل فيهم والقيام بحقه وحدوده عليهم والذب عنهم والدفع عن حريمهم وبيضتهم والحقن لدمائهم والأمن لسبيلهم وإدخال الراحة عليهم في معايشهم طبعا دفع الأذى والضرر عن الناس من من واجبات ولي الأمر وتعد أولى مسؤولياته ولا المهمة الأولى لولي الأمر هي الدفاع عن حياضه وحماية أرضه من أطماع الإيه من أطماع الإيه الأعداء، ولّا القاسم المشترك بين الفقرتين يتمثل في التخفيف عن الناس والرفق بهم في جميع أمور حياتهم، ولّا إقامة العدل بين الناس دون تمييز من واجبات ولي الأمر التي لا غنى عنها لإقامة دولة قوية، طبعا المشترك بينهم ان طبعا يجب علينا ان احنا التخفيف عن الناس والرفق بهم في جميع امور حياتهم يبقى احنا خدنا رقم ب من السمات الشخصيه الواضحه لطاهر بن الحسين من خلال النص حرص الشديد على ابنائه وثقه الشديده بهم حيث ولى ابنه ديار ربيعه واوصاه بما يدوم له ملكه ويطيل مكسه في تلك الديار الخوف من الله والحرص على اقامه حدوده واتباع مسلك الخلفاء الخلفاء الراشدين في تقديم النصح لولاتهم لضمان النجاة عندما يسألون عما استرعاهم الله من أمانات حرصه على أن يكون محمود السيرة بين الرعية وذلك بإقامة العدل بينهم وحمايتهم وتوفير مصادر الرزق لهم وتولية من يرضون حكمه عليهم وسياسته لهم رغبتي في توطيد ملكي عن طريق تولية من يثق بولائهم له وزيادة في الحرص على ذلك أوصاهم بحسن معاملة الرعية ليضمن بذلك ولائهم له ولأولاده وذريته من بعده، طبعا هنا ده الخوف من الله والحرص على إقامة حدوده واتباع مسلك الخلفاء الراشدين يبقى تسعة خدنا رقم باء. عشرة ما أولى الأمور التي أوصى بها طاهر بن الحسين ابنه حين ولاه ديار ربيعة؟ أول حاجة تقوى الله تقوى الله ومراقبته تقوى الله ومراقبته ومزايلة ومزايلة سخطه صفحة 33 أه، أه، بيقول اقرأ ثم أجب أه خطأ خطبة الخليفة أبي جعفر المنصور في مكة أيها الناس إنما أنا سلطان الله في أرضه أسوسكم بتوفيقه وتزديده وتأييده وحارسه على ماله أعمل فيه بمشيئته وإرادته وأعطيه بإذنه فقد جعلني الله عليه قفلا إن شاء أن يفتحني فتحني لإعطائكم وقسم أرزاقكم وإن شاء أن يقفلني عليها أقفلني فارغبوا إلى الله وسلوه في هذا اليوم الشريف الذي وهب لكم من فضله ما اعلمكم به اذ يقول اليوم اكملت لكم دينكم واتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الاسلام دينا ان يوفقني للرشاد والصواب وان يلهمني الراف بكم والاحسان اليكم اقول قول هذا واستغفر الله لي ولكم. اسسكم بتوفيقه وتسديده وتاييده انصحكم بالرفق في التعامل أحبكم مجتهدين أحكمكم بشرع الله أشارككم الرأي دوما طبعا معنى أسوسكم أي أحكمكم كونوا بشرع الله سبحانه وتعالى أي وفق منهج الله سبحانه وتعالى يبقى واحد خدنا رقم جيم وضح اللون البياني في جملة فقد جعلني الله عليه قفل استعارة تصريحية توحي بالإحساس بالمسؤولية ولا استعارة مكنية سر جمالها التجسيم ولا مجاز مرسل علاقاته الآنيه ولا تشبيه بليغ سر جماله التوضيح يبقى الحاكم قفل على المال فهنا طبعا تشبيه تشبيه ايه؟ تشبيه بليغ صح نفسه الحاكم هنا اللي هو أبي جعفر المنصور شبه نفسه بقفل على مال المسلمين قد يخرجه بإذن الله سبحانه وتعالى وقد يمسكه ايضا باذن الله سبحانه وتعالى. يبقى هنا تشبيه بليغ سر جماله التوضيح. ثلاثة ميز سمة من سمات الخطبة ثلاثة ميز سمة من سمات الخطابة في العصر العباسي بدت في خطبة ابي جعفر المنصور طغيان المحسنات عن الخطبة الاستشهاد بآيات القرآن الكريم الصخب في استخدام الصور التأثر بأمثال من العصر الجاهلي طبعا الصخب مفيش صخب في استخدام صور بيانيه ولا في تاثر بامثال من الحكم ولا في طغيان المحسنات في على الخطبه طبعا الاستشهاد بايات القران الكريم يبقى تأخذنا خدنا رقم باء. رقم اربعه حدد مصدر علو الجرس الموسيقي في الخطبه هل هو السجع ولا توريه ولا مقابله ولا مراعاه نظير؟ طبعا مصدر الجرس في الايه؟ النسر هو دايما تكون الايه التصريح مصدر السجع مصدر الجرس الموسيقي في في النسر عامه هو الايه السجع والازدواج هنا طبعا هناخد الايه السجع يبقى اربعه خدنا رقم انف رقم خمسه حدد الغرض من النداء في قول ايها الناس طبعا ده اسلوب نداء غرضه التنبيه ولا النصر ولا التعظيم ولا طلب الاقبال طبعا غرضه التنبيه ينبههم إلي ما سوف يقوله لهم آه ستة ماذا طلب الخليفة المنصور من الناس آه أن يرضي كل منهم برزقه أن يدركوا أنه سلطان الله في أرضه أن يعظموا هذا اليوم أن يدعوا له بالتوفيق والسداد طبعا طلب الخليفة المنصور من الناس أن يدعو له بالتوفيق والسداد لكي يعينه الله علي تلك المسؤولية سبعة بما يوحي قولي وحارسي على مانه هنا طبعا بيوحي به الاحساس الاحساس بالمسؤولية والخوف من الله ومراقبته القطعة الثالثة صفحة 34 من كتابنا كتاب الأضواء بنك الأسينة اقرأ ثم أجب يقول ابن العميد وصل كتابك فصادفني قريب العهد بانطلاق من عنة الفراق ووافقتني مستريح الأعضاء والجوانح من جو الاشتياق فإن الظهر جرى على حكمه المألوف في تحويل الأحوال وجرى على رسم المعروف في تبديل الأشكال وأعتقني من مخالتك عتقا لا تستحق به ولا وأبرأني من عهدتك براءة لا تستوجب دركا ولا استثناء ونزع من عنقي ريقة الزل في إخائك بيدي جفائك وتغلغل في مسالك أنفاسي فعوض عن النزاع إليك نزوعا منك ومن الذهاب فيك رجوعا دونك وكشف عن عيني ضبابات ما ألقاه الهوى على بصري ورفع عني غيبات ما سد له الشك دون نظري حتى حدر النقاب على صفحات وسفر عن وجوه ثقتك فلم اجد الا منكرا ولم أَلْقَ الا مستنكرا فوليت, من فوليت منهم فرارا وملئت منهم رعبا فاذهب فقد القيت حبلك على غاربك وَرَدَعْتُ اليك ذمم عهدك طبعا في هذه الـ 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 الوصيه يعني او في هذه الرساله يقول انه يعني لا يندم على مصادقه هذا الايه الصديق على فراق هذا الايه الصديق حدد حد ما يلي معنى صادفني صادقني ولا وجدني ولا صدمني ولا احزنني طبعا صادفني يعني وجدني يبقى واحد خدنا رقم باء طاس الفنيه لاسلوب ابن العميد طبعا التانق التانق في التعبير والإكثار من الجمل المترادفة الإكثار من الجمل المترادفة والعناية باللفظ والعناية باللفظ مع الاهتمام بالمعنى مع الاهتمام بالمعنى الموازنة بين الجمل طولا وقصرا طولا وقصرا والإكثار من المحسنات البدائية سمات الإيه النسر في العصر العباسي وده أكثر ما بان لدى ابن الإيه؟ ابن العميد. من ثلاثة حدد الصورة في قوله عنت الفراق هل هي تشبيه ولا استعارة مكنية ولا كناية ولا استعارة تصريحية؟ طبعا هي عنت الفراق تشبيه شبه الفراق بأنه يعني إنسان يعاني من أمر ما يبقى استعارة مكنية خدنا رقم باء رقم أربعة الكاتب عن صداقة المرسل إليه لأنه لم يعد يشعر بالشوق إليه لأن حكمة الظهر تقتضي انتهاء العلاقات مهما طال الزمن لشعوري بالملل من رفقته ومصاحبته لظهور صفات خلقية في صديقي يكرهها فيه طبعا هو تخلى الكاتب عن صداقة المرسل إليه لظهور صفات خلقية في صديقه يكرهها فيه خمسة يقول ابن المقفع واعلم انه لا سبيل لك الى قطيعة اخيك وان ظهر لك منه ما تكره، وازن بين هذا القول وبين ما جاء في الرسالة السابقة. طبعا هنا يرى ابن ابن المقفع انه لا يحق للصديق مفارقة صديقه مهما كانت عيوبه، بينما يرى ابن العميد وجوب مفارقة الصديق اذا اتصف باخلاق سيئة، وهذا ما يتفق مع قول ابن المقفع. وهذا ما يتفق مع ما جاء في رسالة ابن العميد. اتفق الكاتبان في تقديس حق الصداقة حيث يريان أن الصداقة علاقة لا يمكن إنهاؤها بأي سبيل من السبل. طبعا العبارة هنا بعيدة لأن هنا قال لك إيه إن أنت ابن العميد يحق للصديق أن يفارق صديقه طالما يتصف بأخلاق سيئة يبقى احنا كده هنبعد رقم باء اتفق الكاتبان في ان الصديق تدوم صداقته ما دام متصفا بالخلق الكريم اما اذا حاد عن ذلك وجبت مقاطعته وهذا الراي لا يتفق مع قول ابن المقفع ان هو لا يحق للصديق مقاطعه اخيه حتى وان ظهر له خلاف ما يكره يبقى احنا بعدنا جيم اختلف الكاتبان حيث تحدث ابن المقفع عن حقوق الاخ وعدم إمكانية مفارقته، بينما تكلم ابن العميد عن حقوق الصديق وإمكانية قطع العلاقة إذا ظهر لنا لنا منه ما ما نكره، طبعًا هنا هناخد خمسة رقم باء المقفع أن هو لا يحق للصديق مفارقة صديقه مهما كانت عيوبه، بينما يرى ابن العميد وجوب مفارقة الصديق، خمسة خدنا رقم أ رقم ستة عين من النص مثالًا يضرب لمن تكره معاشرته. حضر النقاب عن صفحات شيمك ولا كشف عن عيني ضبابات ما ألقاه الهوى ولا رفع عني غيبات ما أَزَّلَهُ الشك ولا ألقيت حبلك على غاربك ألقيت حبلك على ما على غاربك يعني ده مثال يضرب لمن تكره معاشرته يبقى ألقيت حبلك على غاربك ده مثالا يضرب لمن تكره معاشرته 4 صفحة خمسة اقرا ثم اجب اه كتب العماد الاصفهاني يصف ايام صلاح الدين واستمرت محاسن ايامه سنه بعد سنه وتعدلت بعدله الجوائح وت وتزللت ببأسه الجوامح ودانت ودنت له الممالك القاصية إذ عنت الحكمه الأمان العصية وملكت, وملكت القلوب والقبول مهابته ومحبته وعمت الخواص والعوام عارفته وعاطفته وما كان أبهج الأيام بأيامنا بأيام منه والإعصار بمزاينه والأمصار بمحاسنه وما كان أبهج الأيام به بمزاينه والأمصار بمحاسنه والإسلام بسلطانه والآفاق بسنى إحسان بسني إحسان بسني إحسانه وما كان أسعدنا بحدوده وأجدنا بسعوده وأغنانا بعدله وجوده فقد فقد الصباح فلا سنا وغاص البحر فلا غنى وهوى الطود فلا ثبات وزوى الروض فلا نبات ووهي الركن فلا سند وانتهى اليمن فلا جدة وغلب الكمد فلا جلد وعز العزاء وعز العزاء فلا عز ولا قوه ولا عضد. حدد مما يلي معنى بأسه يأسه ولا حسه ولا شدته ولا سلطانه. طبعا البأس هنا معناها الشده يبقى معناها الايه الشده والقوه يبقى احنا كده خدنا رقم رقم جي. دانت ودنت له الممالك القاصيه كنايه عن شجاعته كرمه قوة سلطانه بسعد بلاده طبعا كناية عن قوة السلطان ثلاثة الأمان العصية صورة بيانية نوعها استعارة تصريحية ولا استعارة مكنية ولا تشبيه ولا مجاز مرسل طبعا هنا صور الأماني بالعصية يبقى هنا هناخد ثلاثة استعارة مكنية استنتج الطريقة التي اعتمد عليها الكاتب في إبراز محاسن عهد صلاح الدين استعرض جوانب الحياة الزاهرة في عهده ذكر شهادات من عاشوا في عهده طبعا ما فيش هنا شهادات قام بذكر مناقب صلاح الدين قارن بين أيامه وأيام غيره طبعا هنا قارن بين أيامه وأيام غيره يبقى احنا كده خدنا رقم دال خمسه اختر مما يلي ما يمثله هذا النص من فن ادبي رساله وصفيه رساله ديوانيه ادب الوصايا ادب الخطابه طبعا هنا رساله وصفيه لان الكاتب يتحدث عن ذاته ويصف ايام صلاح الدين الايوبي وما حدث فيها من عز وفخار للاسلام وللمسلمين ومن عدل وكرم وجود وخلافه رقم سته حدد ما يلي ما لا يعبر عن أحوال الرعية قبل حكم صلاح الدين تعدلت بعدله الجوانح فقد الصباح فلا سناء زوى الروض فلا نبات وهي الركن فلا سند طبعا ما لا يعبر عن أحوال الرعية قبل صلاح تعدلت بعدله الجوانح رقم سبعة استنتج العاطفة المسيطرة على الكاتب في ضوء فهمك للأسطر السابقة طبعا هي حب صلاح الدين حب صلاح الدين الأيوبي والإعجاب والإعجاب به وتقديره واحترامه وهيبته ثمانية ما الذي يقرره الأصفهاني عن حكم صلاح الدين الأيوبي أعتمد حكمه علي جذب قلوب الناس إليه كانت الطبيعة في أيام حكم بديعة مزهرة اتسمت فترة حكم بالعدل وإعلاء سلطان الإسلام قام حكم على إغضاع الممالك القاسية طبعا اتسم اتسمت فترة حكمه بالعدل وإعلاء سلطان الإسلام يبقى 8 خدنا رقم ج صفحة 36 من كتابنا كتاب الأضواء بنك الأسنة قطع آه نصوص قطع نصوص نثريه على آه نص مصر مطلع البدور لعماد الدين الاصفهاني. انا شخصيه لابن مماتي يصف الغروب آه ذهب ذهب الاصيل بنار الشفق لبست المشارق السواد لما تم في المغارب على الشمس من الغرق واقبلت مواكب الكواكب في طلب السهر كدراهم النثار وتشابهت زواهرها وإن اختلفت في الأسحار بالأزهار في الأشجار وتكلف القمر الموافقة فظهر على وجهه الكلف ومرت به طوالع النجوم فلم يستغبرها حسدا فأعرب عن غدر الخلف بالسلف وظهر الوجوم في وجوه النجوم تخير مما يلي معنى كدراهم النصار ما ينصر على العروس في الزفة من الدراهم ما ينصر عن الفقراء في مواكب الأمراء ما يلقيه أهل النسر والشعر من الكلام المباراة في النثر يبقى دراهم النثار معناها ما ينصر على العروس في الزفة من الدراهم ما ينصر على العروس في الزفة من الدراهم يبقى إحنا خدنا رقم ألف رقم اتنين ميز مما يلي علاقة فظهر على وجهه الكلف بما قبله تعليل نتيجة توضيح تأكيد هنا عندما نقول لما تم في المغارب على الشمس من الغرق، وأقبلت وإن اختلف وإن اختلفت في الأسحار بالأزهار في الأشجار، وتكلف القمر فظهر على وجهه، طبعا هنا شرطية يبقى علاقتها نتيجة، يبقى إحنا خدنا رقم رقم باء، آتِه ميز نوع البيان في قوله ذهب الأصيل تشبيه بليغ ولا تشبيه مجمل؟ ولا تشبيه مفصل ولا تشبيه ضمني طبعا هنا تشبيه بليغ شبه الذهب بالاصيل رقم اربعة بين ذهب وذهب جناس ناقص جناس تام تورية سجع طبعا هنقول جناس جناس تام يبقى جناس تام رقم خمسة تندرج الرسالة تحت ما يسمى الرسالة الوصفية الرسالة الإخوانية الرسالة الديوانية الرسالة العلمية طبعا رسالة وصفية يبقى خمسة خدنا رقم ألف ستة كيف تستدل على رومانسية ابن مماتي طبعا من خلال سيطرة روح التشاؤم عليه روح التشاؤم عليه سبعة وضح من خلال النص السر في علو الجرس الموسيقي الازدواج ولا السجع والازدواج ولا السجع والجناس طبعا هنا الجناس والازدواج طبعا احنا ايه هنقول السجع والجناس طبعا ده ايه ايه سر علو الجرس الموسيقي في الايه في هذا الايه النص يبقى احنا سبعه خدنا رقم جيم يقول خليل مطران عن الغروب أو ليس نزعا للنهار وصرعه للشمس بين مآتم الأضواء وازن بين قول مطران وما جاء في رسالة ابن ممات من حيث العاطفة المسيطرة اتفق كلاهما في سيطرة عاطفة الحزن والتشاؤم عليهما ولا سيطرت على مطران عاطفة الحزن بينما سيطرت على ابن ممات عاطفة الإعجاب بالطبيعة طبعا ابن ممات ليس عنده إعجاب بالطبيعة ده عنده حزن وتشاؤم سيطرت على مطران عاطفة الاعجاب بالطبيعة طبعا عكسنا طبعا مطران ده عنده عاطفة حزن يبقى احنا بعدنا كمان جيم اتفق في كلاهما في عاطفة الاعجاب برضو يبقى بعدنا دال يبقى اتفق كلاهما في سيطرة عاطفة الحزن والتشاؤم اذا قرأت او فهمت معنى الابيات تقدر توصل او تقدر تستبعد الاجابات لحد ما تصل للاجابة الصحيحة يبقى احنا 8 خدنا رقم أ أتمنى ان شاء الله تكون استفدت معاي لو عجبك الفيديو اعجاب شارك الفيديو مع زملائك وانتظرنا في القادم ان شاء الله